ينضم إلي هنا في الاستوديو شعبان السيد والد الأسير هشام. السيد أهلا بك سيد هشام. كيف تعقب على كلام غانتس بوصفه أن عرض هذا الفيديو في هذا التوقيت هو ابتزاز؟ في المقابل هناك تقارير تحدثت أن بنت ويائير لبيد قررا عدم المضي قدما في صفقة لتبادل الأسرى جزئية حتى مع حماس حتى بعد عرض هذا الفيديو. يا أختي احنا بالنسبة لهشام قضية إنسانية، هشام مش إنسان مريض نفساني، فحماس لازم مش لازم يستنوا تعقيب من غانتس أو من رؤساء حكومة، لازم يطلقوا سراحه بدون أي تدخل خارجي، لازم هم لحالهم يطلقوا سراحه فورا لأنه مريض وما راح على غزة معادي لغزة، راح على غزة محب لغزة. هم مسكوه وعملوا منه ورقة مساومة بيساوموا فيه الحكومة الإسرائيلية، وهذا الشيء غير طبيعي. هشام مش جندي إسرائيلي. ما المطالبات اليوم من قبلك سيد هشام بعد عرض هذا الفيديو بالأمس؟ احنا نطالب حماس انهم يطلقوا السراحة كعملية إنسانية، لازم يطلقوا السراحة فورا على أساس أن نجيبه على مستشفى في إسرائيل للفحص ونشوف حالته الصحية. شكرا جزيلا لك شعبان السيد والد هشام السيد على كل هذه المعلومات.